70 في نظام مشروع كده صغير اسمه رينال تيوبلر اسيدوسيس. يعني تبقى عندك فكرة بس. هو كلام بسيط خالص خالص. أنا عايزك تعرف الصفحة دي اللي هو تايب 1 تايب 2 تايب 1 تايب 2 رينال تيوبلر اسيدوسيس. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه الكلمة دي كده؟ هو الحالة دي يبقى فيها دايما، خلي بالك دايما في الحالة دي بتلاقي اليورين الكالاين وتلاقي السيروم اسيدي. دايما اليورين بيبقى الكالاين وبيبقى السيروم اسيدي. يعني تحليل البول والبي اتش والحاجات دي بتبين. بس هو كان في نوعين، النوع الاول اللي هو كان في الديستال تيوبولز، ديستال تيوبولز. الديستال تيوبول كانت ايه وظيفتها الاساسيه؟ الديستال تيوبول كانت وظيفتها الاساسيه ان هي تو اكسكريت الهيدروجين. يعني لازم احنا الكيدني تيوبول تخرج الهيدروجين. هنا الموضوع مش ماشي. يوم الهيدروجين يحصل له ريتينشن في السيروم، يوم يحصل له ايه؟ اسيدوز. طب الهيدروجين مش هينزل في اليورين، فما اليورين ايه؟ الكالاين. بس حاجه بسيطه خالص. بس هو بقى المشكله دي بقى بتبقى مركبه. يعني هي الحكايه مش حكايه كده بس، لا بتلاقي المريض بقى عنده كمان ايه بقى؟ بيبقى عنده تيوبيولز كمان فيها مشاكل اخرى لا داعي للتعرض ليها. يعني مثلا تبص تلاقي عنده ايه؟ عنده هايبر كالسوريا، يعني تلاقيه عمال يخر كالسيوم في البول. فطبعا ده بيخليه يجي له رينالستوز. لما يفقد كالسيوم في البول كتير هيبتدي الكالسيوم يقل شويه ويبتدي المريض يبقى يخش ريكتس. يعني لو تفتكروا كان في نوع من الريكتس كده، يعني كان برضه. فعشان كده كنا بنكتب احنا ثلاث كلمات معلش بالعربي كده على الهامش بتاع تايب 1، بنكتب عليها كده ايه؟ حموضه. حموضه يعني اسيدوز. حموضة، حموضة الدم وحصوات وكساح. الكساح اللي هو ايه؟ ريفلكس. فيبقى ده النوع الاول. يعني طب انا دلوقتي كان عندي تيست كده، التست ده ممكن يروح جاي كده في وسط الام سي كيو. انتوا عندكم كيك ما بصورش فيه جزء ام سي كيو؟ ممكن يروح جاي بقى في الحته دي بس، يبقى هو دبك هنا اهو، فيجي يقول لك ايه؟ امونيوم كلورايد تيست. ايه التست ده؟ ده تيست كان هو الامونيوم كلورايد عباره عن ايه؟ ان اتش 4، صح؟ ان اتش 4. ان اتش 4 اللي هو الامونيوم كلورايد هو يعتبر هايدرو هيدروجين لود. كأن انا بدي للعيان ايه؟ هيدروجين لود. يبقى انا لما ادي للعيان ده امونيوم كلورايد يبقى ماذا يحدث؟ ماذا يحدث بقى؟ هيحصل له اسيدوزس اذا كان هو عنده اسيدوزس، وانا بدي له ايه دلوقتي؟ امونيوم كلورايد، يعني انا بدي له هيدروجين. بس كده المفروض اليورين هنا بقى التيبيول تعمل ايه؟ تاكسكريت الهيدروجين ده. هي مش هتاكسكريت الهيدروجين لان هذا هو الديفكت اللي فيها، وبالتالي اليورين بي اتش لن ينخفض. يعني انا مفروض انا دلوقتي لما انا ادي لك، لما انا ادي لك انت دلوقتي امونيوم كلورايد
مفروض انت راجل نورمال توصل على طول اليورين عندنا بي اتش ال. ليه؟ لان الكيتي تيبيول اخرجت هذا الهيدروجين. يعني دي طريقه. تايب 2، تايب 2 بقى رينال، تايب 2 رينال تيوبلر اسيدوزيس. اللي هو العيب فين بقى يا دكتور؟ العيب بيبقى في البروكسيمال تيبيول. بيبقى العيب في البروكسيمال تيبيول. طب هي البروكسيمال تيبيول بتعمل ايه؟ البروكسيمال تيبيول البروكسيمال تيبيول بتعمل مفروض ري ابسوربشن للبايكارب. يعني هي طبيعتها ان هي تعمل ري ابسوربشن للبايكارب. فطالما هي بتعمل ري ابسوربشن للبايكارب يبقى دي حاجه مهمه. طب انا بقى لو انا عندي الديفكت ده، لو انا عندي هذا الديفكت ايه اللي هيحصل؟ لو انا عندي هذا الديفكت يبقى اللي هيحصل انه البروكسيمال تيبيول مش قادره كويس تو ري ابسورب البايكارب. يبقى البايكارب مش هتروح للدم، يبقى العيان عنده اسيدوزيس. ويبقى البايكارب مش نازله فين؟ في اليورين. يبقى اليورين برضه هيبقى ايه؟ هيبقى سوري، البايكارب هتنزل في اليورين ومش هتطلع في السيرم، فيبقى برضه اليورين الكلاين والسيرم يبقى اسيدك. الامونيوم كلورايد تيست هيعمل ايه؟ هنا العيب فين؟ ان البروكسيمال تيبيول عماله تخر بايكار، بس تخر بايكار. طب انا هعمل امونيوم كلورايد تيست، اروح انا ندي للعيان ايه؟ امونيوم كلورايد. لما ندي للعيان امونيوم كلورايد هتلاقي الراجل برضو الاسيدوز زادت. بس تيجي تبص على اليورين بي اتش تلاقيه قل. ليه قل بقى؟ لان الهيدروجين اللي في الامونيوم كلورايد قدرت الديستال تيبيول تعمل له ايه؟ اكسكريشن. يعني هو زي ما تقول ايه؟ بيقول لك ايه بقى يعني ايه رينا تيوبر سيلوز؟ قول يا فندم يعني في ديفكت في التيبيول بيخلي اليورين الكلاين وبيخلي السيروم اسيدك. تايب 1 في الديستال تيبيول. المشكله inability of the kidney to excrete the hydrogen. تايب 2 في البروكسيمال تيبيول. مشكلتها ايه؟ inability of proximal tubule to reabsorb the bicarb. واللي بيفرق ما بينهم امونيوم كلورايد تيست. وبس على كده. وطنش بقى على كده. في طبعا عندك بقى حاجه اسمها الفانكوني سندروم، حاجات بقى اللي هي بتاعت زمان دي. وفي حاجة اسمها رينال جلوكوزوريا أو جلايكوزوريا، اللي هو بيسموه إيه بقى؟ اللي هو عارف أنت واحد يقول لك أنا عندي، يعني إيه كلمة رينال جلايكوزوريا؟ كلمة رينال جلايكوزوريا معناها إن هو بالبلدي كده إن هو عنده سكر في البول فقط. فالراجل يقول لك أنا عندي سكر في البول، فأنت تقول له لا أنت قصدك سكر يعني سكر. يقول لك لا ده هو سكر في البول، بس الدكاتره قالوا لي ان هم افتكروا ان انا عندي سكر فقالوا لي لا ده السكر طلع في البول. بيبقى زي ما تقول ده نوع من انواع التيوبلر ديفكت. بتلاقي الواحد بيخر شويه جلوكوز يعني في الايه. وفي طبعا بقى اللي هو نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، وفي حاجه اسمها السيستيموريا. يعني في مجموعه كده من الايه، من على فكره معظم الامراض دي يعني عايزك تحط هنا على العنوان بتاع التيوبلر ديفكت ده اكتب ان دي معظمها هيريديتري رينال ديس اوردرز. يعني لو انا جيت بقول لك يعني ايه الامراض اللي بتبقى هيريديتري شويه هتلاقي هنا. بس مين اكتر مرض في الكلى؟ بصراحه هيريديتري، يعني اكتر مرض في الكلى هيريديتري اعتقد يعني هو البوليسيستيك كيدني ديزيز. يعني طبعا في شك حتى في يعني بمناسبه ان هو هيريديتري رينال ديزيز هتلاقي فيه كده مربع كده ملوش يعني هنا
اللي هو محطوط عشان دي امراض هيريديتري اللي هو البورت. في سندروم كده مشهور قوي اسمه البورت سندروم، ده عباره عن ليفر فرايتس وديفنس. يعني خلي بالنا طبعا العلاقه الوطيده ما بين الكلى والودن، العلاقه الوطيده ما بين الكيدني والاير هي بصراحه الامين مايوسايت. يعني انا عندي عيان عنده مثلا مشكله يوريا تراك انفكشن، رحت انا بديله مثلا امين مايوسايت وكتير وبالذات لو كان الكليه تعبانه، او ان انا اديت له امينو جلايكوسايد والامينو جلايكوسايد عمل لي رينال فيلير وفي نفس الوقت عمل ديفنس. يعني فهي علاقه الديفنس بالكلى هي الامينو جلايكوسايد، انما في ديزيز مشهور قوي بيعمل الحكايه دي اللي هو مين؟ اللي هو الالبورت. بس هو الالبورت عباره عن جلوبيرن فرايتس وعباره عن ديفنس. دي بس كانت يعني مجرد حته كده. هنيجي بقى في اظن الامان الدراج انديوست نفروباثي اللي هي كانت صفحه كام يا طاهر؟ في عندنا ادويه في ادويه اللي هي بتبقى نيفروتوكسين دراجز، دي لازم نبقى عارفينها. فهنقسم المساله الى اكيوت رينال فيلير وكرونيك رينال فيلير. فالاكيوت رينال فيلير بقى اللي هو ايه؟ الاكيوت رينال فيلير ممكن نقول بري رينال، زي ايه مثلا؟ زي الدايوريتكس مثلا، وممكن غير الدايوريتكس بقى. طبعا انا لما ادي اسمين يعني مش دايوريتكس بقى، اكتب اكسسيف دايوريسيس. زي هي دي المشكله، اكسسيف دايوريسيس. بقى عارفين معانيها اكتب بالذات بقى مع الايس، اكتب مع الايس اكسسيف دايوريتكس. طبعا سيبها هي كده خالص، اكسسيف دايوريتكس. والايس
قيس عرض في امان اسرائيل وانت عمال تدي تدي تلاقي الراجل راح راح جاي له برينال. في ادويه بقى اللي بتعمل رينال، يعني مثلا في ادويه ممكن تعمل اكيوت يوبلر نيكروسس زي ما زي الامينو جلايكوسايد، في ادويه بتعمل اكيوت انترستيشن نيفرايتس زي الامبسيلين والميزيسيلين والسالفا والحاجات دي كلها. في ادويه بقى بتعمل بوست رينال، البوست رينال اهمها الانتي كواجولانت. الانتي كواجولانت لما نديها للعيان بقوه ماذا يحدث يا دكتور؟ الانتي كواجولانت ابص الاقي يحصل بلاد كلوتس، بلاد كلوتس في اليوريتر. فالبلاد كلوتس في اليوريتر تقوم ايه؟ ما فيه هيماتوريا، فالهيماتوريا تنزل تنزل تنزل، يروح الدم متجلط فين؟ في اليوريتر، فيروح عامل لي يوريتيري اوبستراكشن. طبعا في ناس بقى بيبقى يقعد يقول طب ازاي الدم هيتجلط في اليوريتر؟ مش هو بياخد انتي كواجولانت؟ بالتالي في حد خطر على باله الحكايه دي. فهقول لك لا، ما هو الانتي كواجولانت دي بتبقى انتي كواجولانت للبلاك وايل ات از انترا فاسكولار، لكن انا النهارده لما يبقى البلاد يعني اكسترا فاسكولار يعني هتعمل ايه الانتي كواجولانت يعني؟ فاهم الكلام يعني؟ في برضه بقى ادويه بتعمل مثلا جلوميرول نيفرايتس، وانا اخص النيفروتيك سندروم. طبعا النيفروتيك سندروم فيه الكابتوبريل، الكابوتين بالذات على فكره، الجولد، البنسلامين، في دواء اسمه ترايدايون، ترايدايون ده انتي ابليبتيك قديم يعني الترايدايون ده. في ادويه بتعمل جلوميرول نيفرايتس على فكره، يعني بتعمل زي نيفريتك على راسها ريفامبيسين. موضوع الالبومين، هو الالبومين هو انتيجين، يعني في ناس لما بياخدوا البومين بيعملوا الرجي، ممكن يعملوا زي اميون كومبلكس لا اكثر ولا اقل. طبعا الادويه اللي قلناها بتعمل اكيوت انترستيشن نيفرايتس، كرونيك انترستيشن نيفرايتس، خلاص دي اتقالت. والكرونيك انترستيشن نيفرايتس اللي هي زي مين؟ اللي هو الانالجيسكس يعني، وسميناها انالجيسك نيفروباسي. الحقيقه الانالجيسك نيفروباسي لوحده ممكن يبقى زي سؤال بنمرتين، دي يقول لك انالجيسك نيفروباسي، خلي بالك لانه شائع، شائع قوي الحقيقه. الانالجيسك نيفروباسي يعني واحد ابيوزر للانالجيسك، بس لازم يكون ابيوزر للانالجيسك بشكل جامد قوي يعني. يعني مثلا تبص تلاقيه مكتوب كلمه كده غريبه شويه، يقول لك ايه ده؟ لازم ياخد من 2 لـ3 كيلو انالجيسك، مش كده؟ سمعتوا اللفظ ده قبل كده؟ ده مشهور قوي الحكايه دي. بس 2-3 كيلو انالجيسك على مر السنوات الطويله، يعني بمعنى تعالى كده نشوف مين هم الادويه دول. الادويه دول الاكسسيف يوز اوف طبعا نون استرويدال، حتى الاسبرين، بس مش الاسبرين الاطفال البسيط ده، هو اهم حاجه النون استرويدال ده مهم قوي، والباراسيتامول بس يوزز جامده يعني، فاهم ازاي؟ انا النهارده لما اخد باراسيتامول ثيرابيوتيك دوز خلاص يعني ما تقلقش ان شاء الله. فهو الفكره ايه بقى؟ هو الباراسيتامول القرص قد ايه؟ 500 مللي، يعني نص ايه؟ جرام. طب لو انا خدت قرصين في اليوم، خدت جرام لمدة سنة، كده دخلنا في حوالي 1/3 كيلو، صح؟ 3 سنين بقى كيلو، بسيطة جدا يعني انت ممكن تقعد تحسبها يعني. في ناس اصل ايه؟ على طول عمال مع سؤال، الموضوع كوميلاتيف، موضوع كوميلاتيف، على شوية نان سترويدال على شوية، فتلاقي الراجل كده عمل له 2 كيلو في فترة معينة، ده على طول. طب مين الناس دول؟ هيبقوا ناس اللي هم دايما نقول ايه؟ انا قلتها لكم مره على الانالجيسك نيفروباس، اكتب عليها واحده ست قلقانه ومصدعه، وممكن تكتب ومفاصلها ب
بتوجعها، عظمها بيوجعها. ما هو كل الفيميلز هيبقى عندهم المشاكل دي في فترة معينة، بالنسبة لليانج بيبقى عندهم هيدك الحقيقة، انما الناس التانيين بقى الكبار تلاقي بقى ضهري ورقبتي ومش عارف ايه، ويحبوا بقى ياخدوا الايه، ياخدوا الحاجات دي. فبص تلاقي الست تروح داخله، طب ايه الباثولوجي هنا؟ كرونيك انترستيشن نفرايتس، كرونيك انترستيشن نفرايتس. بعد بيتهيألي انا مليتكم بروبلم بتاعت انالجيسك ولا ما حصلش؟ انالجيسك نفروباس يعني مليتكم هذه البروبلم. مكتوب ميكانيزم يعني، هو طبعا بص يعني هو بيقول لك ان الباراستامول بيعمل ديبليشن لماده اسمها جلوتاثيون يعني، وماده الجلوتاثيون دي ماده انتي اوكسيدنت وهي هامه للرينال تيشو. اما الانتي بروستاجلاندين معروف ان هي بتقلل الانترا رينال بلاد فلو او بتعمل فازو كونستريكشن، فبتقلل الكيدني بيرفيوجن. برضو بيقال برضو ان هذه الادوية بتعمل مشكلة في الاو بي، الاو بي اللي هي ايه؟ اللي هي الاوكسيديتيف فوسفيراليزيشن. دي ترجع بقى لايام زمان البايو كده، مش مهم يعني، فاكرين انتوا ايام زمان البلاوي السودا دي؟ اوكسيديتيف فوسفيراليزيشن، وكنا ناخد السيتوكروم سيستم، كان في حاجات بتلاسينا كده. انا بصراحه البتاع دي عمري ما فهمتها، كان في سايتوكروم كده فاكرين هو دي قبل كده، مش عارف ده يدل ده وده يدل ده، انا اشوف الصف ايه ده، اروح سايبها على ابوها مش عايزها يا عم عندي ايه. بس هي تبقى مهمه بقى الحاجات دي في حاجات معينه بقى حسب تخصصك بقى، في ناس بتتعرض بقى للموضوع، احنا يا عم مالناش دعوه. لك لو عايز تقول له اوكسيديتيف الضبع حلو او بي اللي هي ايه، والله ما نعرفش خلاص يعني. طبعا البريزنتيشن هيبقى ايه؟ كلمه واحده، كرونيك رينال فيلير. وخلي بالك ان الانالجيسيك اتسلف ممكن تعمل بابيلاري نيكروسس، ممكن تعمل اكيوت. واحنا قلنا البابيلا اللي هي البيراميد، فاكرين شكل البيراميد اللي هو بتاع التيبيول ده، فيه بيراميدز كده، وتلاقي التيب بتاعت البيراميد بتبقى سلافد، فبتعمل حاجه اسمها بابيلاري نيكروسيس. يبقى انت بس عندك جاست فكره يعني ايه انالجيسيك نيفروباسي. بعد الانالجيسيك نيفروباسي تلاقي كده ظن ايه، هايبر نيفروما مثلا. هايبر نيفروما هو موضوع ايه؟ جراحه، بس هي عندنا احنا هي بروبلم يعني. ازاي يعني؟ ما يجيش يقول لك هايبر نيفروما، اقول لك طب ليه هايبر نيفروما؟ ما العيال بتاخدها يا عم فين؟ في الجراحة، وبتاخدوها بالتفصيل الممل طبعا، لكن احنا يا دوبك هقول عنها كلمة. اولا هي كارسينوما، يعني هي حتى ادينو كارسينوما، وبتطلع من البروكسيمال تيوبيول. خلي بالك بتطلع منين؟ من البروكسيمال تيوبيول. والسن بتاعها خمسينات، السن خمسينات، ده الهايبر نيفروما. بتيجي بريزنتد بايه يا جميل؟ بينلس هيماتوما، بينلس هيماتوما. طبعا دي يعني ايه مشكله. يبقى البينلس هيماتوري احنا خدنا جلوميرو نيفرايتس، هايبر نيفروما، كل ده بيعمل ايه؟ بينلس هيماتوري. انما البينفول هيماتوريا حصوه، احنا بنحب البينفول هيماتوريا تطلع حصوه ولا حاجه مش مشكله. طيب الهايبر نيفروما بقى بتتميز بايه بقى؟ بتتميز بان هي بتعمل ميتاستاسيس بسرعه في اللنج، كلنا عارفين القصه. تتميز ايضا بالباراماليجنانت سندروم، يعني بالذات بتطلع إريثرو بايوتين، بالذات بتطلع ايه؟ إريثرو بايوتين. فتقوم تعمل ايه؟ بولي سايسين، مش كده ولا ايه؟
وبتعمل ايه بقى في الدم؟ بتعمل ايه في البول؟ هيماتوريا. بتعمل هيماتوريا. مش كده؟ فانت اكتب على الشمال البروبلم اللي هي بتاعت الهايبرنفروما، بتبقى مفقوسه قوي ان واحد عنده بيشنت بريزنتد ببينلس هيماتوريا. نقط هيقعد بقى يتكلم شويه، وبعدين حصل كده كف ويز بلاد تنجد سبيوتوم، بلاد تنجد سبيوتوم او يعني مش كده بلاد تنجد سبيوتوم او يقول يعني هيموكس، ان هي بلاد تنجد سبيوتوم يعني هيموكس. بعدين نروح نكمل كده سي بي سي تلاقي السي بي سي فيها ايه يا اولاد؟ بولي سايسين. يبقى انت ايه اللي انت ملاحظه هنا في البروبلم؟ في ملحوظه ان هي يعني في ملحوظه حلوه، انه ايه الملحوظه؟ هي زياده الار بي سي في البلد، زياده الار بي سي في اليورين، زيادة ار بي سي في السبيوتر. يعني انت لو تاخد بالك كده تلاقي ليها منظر معين. الهايبر نيفروما من البروبلمز المحبوبة قوي، وبعدين هي سهلة، يقول لك ده يعني يا راجل ده انا قايل لك كذا وطبعا هيقول لك وشست اكس راي لقينا فيه مالتيبل ماسس في اللنج، يعني ليه اسمها ايه الماسس دي؟ اسمها الكانون بول، يعني حاجات حلوة. بس هو صح مش عايزين اكتر من كده. بتتشخص بايه بقى يا كابتن؟ سي تي، سي تي سكان. على فكره في ناس كتير يعني، بص الواحد يعني انا عن نفسي انا شفت حالات هايبر نيفروما بصراحه كتير جدا، يعني حاجه غريبه جدا يعني، لانه هو بيجي بايه؟ هو لما واحد يقول لك انا عندي لاين بين، أو واحد يقول لك أنا عندي هيماتوريا، خلاص كده. وفي ناس بقى بلاش دي ودي بقى، بلاش دي ودي بقى، ولا بيشتكي من حاجة، عنده أي حاجة تانية، أي حاجة، وبعدين تروح أنت جاي قايل له إيه بس كده إيه؟ اعمل سونار، بنعمل سونار عشان يعني الليفر مثلا. فبص تلاقي ليفر إيه يا عم؟ ده أنت عندك ماس قد كده في بتاع في السونار. لما تلاقي الماس في السونار، السونار بيبقى مش عارف يميزها، فتروح طالب انت مكتوب سي تي ولا سي تي بيجيب على طول. وطبعا تلاقي العيان بقى يبقى حظه يعني جميل، يعني ان الهايبر نيفروما اتقفشت كده يعني بالصدفه الحمد لله قبل الميتاستاسيس خالص، وهوب ريسكشن خلص الموضوع. الهايبر نيفروما علاجها الافضل نفريكتو، بس بشرط يبقى الكونترا لاترال كيدني تبقى ايه؟ سليم. في بقى بعض حالات بيبقى ايه بقى؟ تلاقي الكليه الثانيه مش سليمه، او تلاقي الكليه الهايبر نيفروما ساعات تيجي باي لاترال على فكره، فمش عارف بيتهيألي في الجراحه في بارشال، مش كده؟ في بارشال. بس بيني وبينك يعني انا بشعر ان الحكايه دي يعني حاجة خطر قوي، يعني ان انا اعمل بارشل نفريكت، هي موجودة في الكتب فعلا، بس الواحد بيخاف يعني الواحد ايه ده اجدع حاجة ليه نروح شايلين الكليتين ويبقى ايه نفريك مان، ايه نفريك مان، ويعمل دياليسيس بعد كده ربنا يسهل لما نعمل له ترانسبلانتيشن. لكن انا عشان يعني البروجنوزز ما اعتقدش ان هو هيبقى كويس لو عملنا بارشيال
نفركتوني والله بيعمل كذا. يبقى هي دي قصة الهايبر نيفرون. احنا اكتر من كده ما يلزمنيش. طبعا ساعات بيبقى انتوا عارفين الهايبر نيفروما ساعات بيجي معاه فاريكوز فين كده. انتوا عارفين فاريكوز فين في التست كيلز بالذات لو كانت في الليفت سايد، وطبعا دي بقى لعبتكم دي في الجراحه والكلام الجميل. طيب يبقى ايه علاقه الفاريكوز فين في التست كيلز مع الهيماتوريا؟ يبقى انا لازم، انا مش كده ولا انا غلطان؟ ايه يعني حاجات كده ناخد بالنا، دي بتخليك كمان انت تلقط الحاجه بسرعه عشان الناس دي بتبقى عايزه تشخص بسرعه. في مرض اسمه ويلمس تيومر، مش مهم قوي يعني، انما هو بيجي يعني في الاطفال الصغيرين. اكتب عليه التشخيص المبكر هو الاساس، بس يعني في الويلمس ده يعني انا اعرف ناس يعني جالهم ويلمس يعني هم عندهم سنتين، يعني بنت كده، بنت كانت معرفة كان عندها ويلمز، البنت اتولدت وهي عندها سنتين ثلاثة ولا حاجة، جالها ويلمز تيومر ده، وحقيقة عملت نيفريكتومي وتشخصت بدري، وهي دلوقتي يعني اتجوزت وخلفت بقى. اتجوزت وخلفت، نشوف قد ايه بقى. بس طبعا عملوا لها ريفريكت. بعد كده هتلاقي فيه اظن اللي هو هيباتورين اللينك، يعني ما هي العلاقة ما بين الكبد والكلى، ونكتب اللفظ اللي هو معروف قوي يعني، نكتب ايه معلش انا اسف لفظ سوقي بس حلو قوي، اللي هو كبد وكلاوي، يعني كبد وكلاوي. مش عايزين نتكلم كتير عشان احنا صايمين بقى، فاهم ازاي؟ يعني ايه الموضوع ده؟ يعني كيف يؤثر الكبد على الكلى؟ على فكره هي الكلى لو تلاحظ انت، الكلى ما تاثرش على الليفر خالص، الا اللي عنده رينال فيلير راح يعمل دياليسيس، فلما راح يعمل دياليسيس جاله هيباتايتس، يعني كلام كده يعني من براد ترانسفيوجن كلام فارغ، انما الليفر هو اللي بيأثر. يعني انت مثلا عندك في مثلا ايه مرض بالهاريزيزوس، طب البلهارسيا بتعمل بالهاريزيا النيفروباسي اللي هو بين قوسين لو تتذكر فوكال سيجمنتال جلوميروسكليروسيس، مكتوبه دي ولا ايه؟ فوكال سيجمنتال اسمها اف ايه؟ FSGS. خباك ان هذا التيرم تيرم مشهور، فوكال سيجمنتال بتتكتب على طول بالحروف دلوقتي، وهذه الحروف اصبحت حروف شهيره. في برضه الفيروس هيباتايتس، الهيباتايتس بي بتعمل ممبرنس، الهيباتايتس سي لو تفتكروا الهيباتايتس سي كانت بتعمل ايه بقى؟ تذكر ميمبرينو بروليفراتيف، يعني الهيباتايتس بي بتعمل ميمبرنس، الهيباتايتس سي بتعمل ميمبرينو بروليفراتيف. خلي بالك من البروبلم اللي هي بتاعه دي، خدناها فين بقى؟ في الليفر. خدنا مره الاوبستراكتيف جوندس، البيلروبين يعلى يقوم يعمل حاجه اسمها بيلروبين نيفروباسي، بيعمل حاجه اسمها ايه؟ بيلروبين نيفروباسي. برضو من الحاجات الهامه جدا 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 اللي هي ايه يا سيدي؟ اللي هي خلينا بقى في الهيباتورين. اولا بص، انت هتعلم على بعض كلمات في هذا المربع، انا بس عايزك تبقى عارف القصه. الهيباتورينال سندروم هو اكيوت رينال فيليور، بيحدث في حالات الادفانسد ليفر ديزيز. يبقى هو اكيوت رينال فيليور بيحدث في الادفانسد ليفر ديزيز.
طب مين هم الادفانسد ليفر ديزيز دول؟ اللي هم اثنين هم مرضين، عارف الجماعه اللي هم بيبقوا تشايلد سي الليفر سيروزز يعني واحد ادفانسد قوي، او الناس اللي هم فالمنت ليفر ديزيز. طيب يبقى هو نوع رينال فيلير ده ايه؟ اكيوت. سببه ايه؟ ادفانسد ليفر ديزيز. يعني واحد بقى يعني ايه ادفانسد بقى؟ عارف اللي هو مين بقى؟ بص اللي هو تلاقي واحد عنده ايه؟ جوندس وعنده اسايتس وإديما وليفر وسبلين، بتالي المناظر دي مش شفتوها كتير. هو ده تلاقي مره واحده ما بقاش بيجيب بول، والكرياتينين عمال يعلى، وهو شبه قوي البريرين الفيلير. بس السؤال الهام، البريرين الفيلير يستجيب للفلويدز ولا لا يستجيب للفلويدز؟ بريرين الفيلير يستجيب للفلويد ولا ما يستجيبش؟ يستجيب. انما الهيباتورين الفيلير لن يستجيب. خلي بال حضرتك، لان ليه بقى؟ انا فهمك حاجه. طب ايه اللي جاب، ايه اللي جاب الكلام ده هنا؟ خلي بال حضرتك، هو الوقت اللي عنده، اللي عنده ليفر سيروزس ده، مش ده بيبقى عنده اسايتس؟ ده بيبقى عنده اسايتس. فالاسايتس دي بتبقى ميه في البريتونيه، يعني ميه فين؟ في السيرد سبيس، يعني اكسترا فاسكولار. الميه دي جايه من البلازما متجمعه في بطنه، وانا عمال اديله ايه؟ عمال اديله دايوريتك، عمال اديله ايه؟ دايوريتك. طب وبعدين هيحصل لي بري رينال فيلير ولا انا بقى هيباتورينال فيلير؟ هروح مد للمريض ايه؟ فلويد تشالنج، يعني محاولة ان انا ادي فلويد. سيستجيب اذا كان بري رينال، ولن يستجيب اذا كان هيباتوري. خلاص كده. طب وهو، هو الهيباتورينال فيلير ده حصل ازاي؟ حصل ازاي؟ والله شوف، التوكسينز بتاعت الليفر سلفيلير خلت في حاجة مهمة قوي حصلت. حصل سيفير فازو كونستريكشن في الرينال كورتكس. يعني رينال كورتكس ده هو فازو كونستريكشن فظيع، ويقعد يقول لك بقى ثرومبوكسان واندوسيلين وفازو كونستريكتور. المهم راح الدم ما بقاش بيروح للكورتكس بتاع الايه؟ الكلى. عشان كده بيقولوا ايه؟ ده عيب في البرفيوجن بتاع الكدني. زي ما يكون بريرينا لهو بس تدي فلويد مفيش، لان خلاص هو نو برفيوجن اتول. المساله ريجونال انترارينال فازو كونستريكشن شديد في الكورتكس. وطبعا هم بقى ايه، خلي بالك الهيباتورينال ده انواع بقى وبتاع، فيعني مش هنقعد نخش احنا في هذا الكلام. الحقيقه من الحاجات اللي بتشخصه ان الصوديوم بيبقى قليل قوي في اليورين. الصوديوم بيبقى قليل قوي في اليورين، دي حاجه مهمه. تفتكروا يعني، فانا يعني انا افضل ايه بقى؟ اروح كاتبين كده اربع جمل فيهم الشفاء على الهيباتورين، عشان ايه حضرتك ما تبقاش ايه يعني ملبوخ. يبقى لو جه حد قال لك ايه هو الهيباتورين الفيلير، قول له ده، بص كلمه واحده، ده acute renal failure on top of advanced liver disease. فدي اول حاجه، ان هذا الهيباتورينال فيلير acute renal failure مش كرونيك. اوعى تقول له كرونيك تبقى مصيبه سودا. acute on top of advanced ايه؟ liver
دي زيرو. حلو كده يا عم. الجملة الثانية انه بيبقى فيه انترارينال فازو كونستريكشن. المشكلة انترارينال فازو كونستريكشن. وحط بقى كلمة ثرومبوكسان عشان تبان بقى انك انت واد يعني عفريت، والاندوسيلين والكلام ده. حلو كده. الجملة الثالثة it is similar للبريرينال فيليور، شبهه ولكن ولكن does not respond للفلويد تشالنج. فلويد تشالنج مش هيبقى responding ليه. طبعا البيشنت هنا انا كاتب فوق ايه بقى؟ انا كاتب فوق ايه؟ ان هو acute renal failure. مش كده في البداية acute renal failure يعني ايه كده؟ معلش يعني في اوليجوريا والسيرم كرياتينين عالي. يبقى انا دخلت على الزبون الجدع اللي عنده جوندس ده، جوندس واسايتس وديما ومتنال بنيلة. فدخلت يا جماعة في ايه؟ والله يا دكتور ده اليورين قليل وكرياتينين عالي. طيب احتمال بريرينا يا اولاد، احتمال ايه؟ بريرينا برضه، ما انتوا هارينه دايوريتك للاسايتس مش عارف ايه، اديله فلويد مفيش، ما بيجيبش حاجه، ده هيطلع هيباتوريما. طيب هنحط بقى الجمله اللي جايه ان اليورين صوديوم بيبقى اقل، معلش الرقم ده مهم، اقل من 10 ملي اكويفلنت. ده بيبقى أقل من 10 ملي إكويفلنت بير لتر، أو يعني يقول قليل وخلاص، إن اليورين صوديوم قليل. ومع الأسف تكتب عليه باد، أدي الجملة الأخيرة أهي، باد بروجنوزيس. طب الحل؟ إيه الحل؟ نزرع إيه؟ كلى؟ نزرع ايه؟ ليفر وكيدني. يبقى الحل هو الليفر ترانسبلانتيشن فقط. خلي بالك ان ده يعتبر فانكشنال رينال فيلير. يعني لو جيت بقى قلت لك يبقى ايه هو الفانكشنال رينال فيلير، لما انا جيت قلت لك هذا السؤال، هو البري رينال كله والهيباتورينا. لان عارف انت العيان ده بقى في البلاد اللي ما فيهاش زرع كبد، عارف يعملوا فيه ايه؟ ياخدوا الكلية بتاعته ويدوها لحد، لان كليته سليمة، الكلى سليمة، بس المشكلة ان البلاد فيسل فيها فازو كونستريكشن. حطها في جسم واحد ما عندوش ليفر ديزيز هتشتغل. يبقى عايزين نحط السؤال فانكشنال رينال فيلير، هتقول لي البري رينال والهيباتورينال، ايه الفرق الجوهري؟ الفلويد تشالنج. بري رينال تصلح الكوز تدي فلويدز يتحسن، الهيباتورينال مش هيتحسن. ادي يا عم الموضوع كده اهو باختصار عشان سيادتك ايه. تعالى بقى نشوف، اظن بعد كده في ايه بعد؟ في ايه؟ كيدني ترانسبلانتيشن، قراءة، اكتب عليها قراءة. يعني دي كده يعني خد فكرة، يعني مش هنقعد ايه نتكلم فيها كتير. يعني مش ايه الانديكيشن؟ الانديكيشن بتاع كيدني ترانسبلانتيشن اي اندستيج رينال، خلاص مش هنقعد بقى ايه نرص الاندكس. يعني اي واحد عنده اندستيج رينال ديزيز عنده حاجه من اثنين
حتى الدكتور قلت لك الجملة بتاعت الدكتور يقول له ايه؟ لا تغسل لا تزرع. ما هو مفيش سكت. فساعات هم الراجل يقول يعني انا يا دكتور لما ازرع المرض مش هيجي فيها تاني. ففي مربع بيقول لك هناك ديزيزز بيحصل فيها ريكارنس للمرض بعد الترانسبلانتيشن. ما هي هذه الامراض؟ هتلاقي مكتوب عندك مثلا الممبرينو بروليفراتيف بوليميرنفايروس. هي الممبرينو بروليفراتيف اللي احنا درسناه ده كان في منه انواع. لا داعي. في تايب 2، تايب 2 ده وحش وبيرجع في الترانسبلانتيشن. يعني حاجه مؤسفه. طبعا احنا في انتظار الستيم سيل اللي هي صعبه شويه بالنسبه للكلى، هتتاخر شويه الحكايه دي. يعني هم عملوا لين البلوميرولاس التركيبه بتاعتها صعبه. واخد بالك؟ عشان يقدروا يعملوا توجيه لنصواء الفكره، الستيم سيل دي خليه انا هجيبها سي من البوم مارو. حلو كده؟ ازاي انا اوجهها ان هي تعمل بوليميرولاز؟ هو ده الايه؟ هو ده هي تقدر تعمل ايه؟ سبحان الله. بس انت ازاي انت توجه؟ هو ده اللعبه. هم عمالين بقى توجيهات بقى كذا كذا كذا. فبداوا يقول لك بداوا يعملوا تيبيولز بوليميرولاز لسه. في كمان الفوكال سيجمنتال جلوميروس كلوروزس، في نسبة ريكارنس. يعني اكتب النسبة تصل إلى 50%. في كمان مرض اسمه إيه؟ في إيه كمان؟ الإيه؟ ده جود باستشر، ده مصبته سودا ده. لا في كمان بالنسبة لللوبس رأيكم ايه؟ ترجع. بس اللوبس فيها ميزة، علاج الجرافت ريجكشن هو نفس علاج اللوبس. يبقى انا النهاردة هل معنى، خلي بالك بقى يا دكتور هنا بقى السؤال بقى هنا، الفوكال سيجمنت جلوميروس كلوروزيس يزرع ولا ما يزرعش؟ اكتب يزرع وعندنا حلول. عشان بس الراجل يقول لك كده بيقولوا لا في حلول. الحلول روح بقى للدكتور المتخصص، بس في حلول روح اجري. يعني دي كفايه ان انا اقول له كده. اللوبس لا بيزرع، ما عنديش مشكله ازرع. خلاص كده؟ تعالى بقى نشوف ايه بقى الميجرز اللي انا هاخدها بري اوبراتيف واوبراتيف وبوست اوبراتيف. البري اوبراتيف كلنا عارفين بقى اي بي او سيستم، لازم طبعا الدونر والريسيبيانت يوفقوا مع بعض ويعملوا بلاد جروب ويعملوا تيشو تايبنج ويعملوا بقى الانفستيجيشنز. اي دونر يعني انا هروح اتبرع بكليتي مش كده؟ طيب خلاص، يعني هيعملوا لي انفستيجيشن عادي اللي هو ايه؟ اشعه صدر زي العمليات، اشعه صدر، رسم قلب، ليفر فانكشن كده. انما الريسيبيانت اللي هو عنده رينال فيلير، في حاجه اساسيه لازم اتاكد منه ان هي مش موجوده، اللي هي يا دكتور فازايكو يوريتريك ريفلكس. لان لو عنده ريفلكس يبقى هو عنده ايه؟ العمليه في ارتجاع من البلادر الى اليوريترز. طب ما انا هزرع كلية جديدة في وسط الهلومة دي، ما هو الريفلكس ده يعني ايه يا دكتور؟ يعني ريكرنت انفكشن. ازاي انا ازرع كلية في وسط هذا الريفلكس؟ فعشان كده بيعمل حاجة اسمها ميكتوريتنج سيستوجرام. كنا جبنا سيرته مرة ويمكن في المسالك البولية، يعني اظن انتوا عارفين هذا الكلام. فبالتالي يعني لازم احنا ناخد، فرضنا عنده ريفلكس، ده ساعات العيان بيعملوا له ايه يا دكتور؟ بيشيلوا الكلاوي دي خالص، يشيلوا الكلى ويرموها في الشارع اللي عنده ويزرعوا كلى جديده.
طبعا هتقول لي هو الكلى القديمه بنسيبها؟ اه بنسيبها، بنسيبها خالص طالما ان هي مش سورس اوف انفكشن. يعني مثلا فرضنا انا هزرع كلى وعندي الكليتين بتوعي باظوا، سيبهم، انت عايز تشيلهم ليه؟ ما انت هتقعد تعمل لي عمليات اهو تموتني فيه، سيبهم حلوين اهو. طب والكليه اللي بتتزرع، بتتزرع فين؟ في البلفز، بتبقى تحت في البلفز وتتوصل، بتتوصل بايه؟ برينال فين اللي هو سوري بالإيلياك فين والإيلياك أرت، يعني مكان الرينال جرافت او الكليه المزروعه بتبقى في الرينال بلفز مش في المكان الطبيعي. والنيتف كيدني زي ما هي مكانها از لونج از ان هي ما فيهاش مشاكل. في بقى حاجه اسمها كولد سكيميا وورم سكيميا، يعني برضو عايزك تبقى انت يعني برضو متخيل القصه عشان لما حد يقول لك الكولد سكيميا كذا تبقى عارفها ليك انت. يعني بص يا دكتور، ايه رايك انا، انتوا خدتوا العمليات الاوبراتيف، طيب بص بقى العمليات اللي تاخدوها ازاي. هيجي يقول لك ايه مثلا، انا هعمل نفريكتومي دلوقتي، انا هعمل ايه نفريكتومي، فانا لما اجي اعمل نفريكتومي هروح عامل كلامبنج مش كده، هروح ماسك الكلامب ده كده واروح قافل على رينال فين ورينال ارتري عشان اشيل الكلام، ايه رايك؟ بس انا لما عملت كلامبنج مش انا عملت سكيميا للكدني؟ وانت بقى هنا وانا هنا هعمل نفريكتومي وهرمي، ولا هعمل نفريكتومي وهديها الواحد؟ هديها الواحد. يبقى من اول ما بتعمل كلامبنج للكليه لحد ما تعمل النفريكتومي ده خلاص، دي اسمها وورم سكيميا، تسمى كده. خلاك لان هو الجراح هنا بقى، هنا احنا عايزينه ايه بقى؟ يبقى جراح ايه؟ سريع، ان هو على طول هما بقى بيروح فاتحين له المكان، يروح عامل كلامبنج هنا كلامبنج هنا، ويروح شايل الكليه، لان انا كده عملت سكيميا. لو هذه السكيميا طولت الكليه هيحصل فيها ايه؟ تيوبلر نيكروسيز او كورتيكال نيكروسيز، وتروح للريسيبيانت بايظه. دي اسمها وورم سكيميا. الكولد سكيميا انا شلت الكليه من الدونر، شلتها خلاص اهو، هوديها لمين بقى؟ للريسيبيان. عقبال ما توديها للريسيبيان دي اسمها ايه؟ كولد سكيميا. بس هما بيعملوها ازاي بقى؟ بص بقى بيعمل ازاي. تلاقي الكليه كده بقت في ايده، تلاقي الراجل الكليه في ايده. فالكليه دي فيها دم ولا لا؟ فيها دم، الدم ده اتجلط، فيقوموا ايه؟ يغسلوها، يعملوا حاجة اسمها كيدني بريفيوجن. يعني ايه كيدني بريفيوجن؟ تلاقي يروح جايب كده زي محلول ملح كده، تمام؟ ويحط فيه شوية هيبارين كده، فاهم ازاي؟ وروح موصل المحلول برينال ارتري، بيبقى منظر لذيذ قوي. يوصل المحلول ده هو برينا اللي هو اللاين ده، يروح مدخله في رينا الارض ويفتح المحلول، فتلاقي المحلول يروح داخل ماشي جوه الكلى، وتلاقي المحلول خارج من رينا الفين، ويفضل خارج لحد ما الدم يبقى ايه؟ نزل كله بقى رايق وتمام التمام. يبقى الكليه نطفت من جوه وناخدها نحطها في التلج. نروح حاطينها فين؟ في التلج كده، مكنه تبقى يعني فريز خالص لحد بقى ما ايه يجهزوا اخواننا بتوع الريسيبيانت. الحكايه دي بتاخد وقت برضه، ويروح ناقلينها يديها. عشان كده بيبقى في فريق بيعمل نفريكتوم، وفي فريق بيعمل ترانسبلانتيشن، والقطين جنب بعض وكله تمام، يعني فرقه كده وشغالين بقى تيم وحاجه حلوه. طبعا الورم سكيميا هي اللي خطر، الكولد سكيميا
ممكن تقعد فترة طويلة يعني، وممكن يعني الكلى فيها تنتقل من مكان لمكان، يعني لو عايز بس الكلية تنتقل بالطائرة من مكان لآخر أثناء كولد سكيميا مفيش مشكلة. حتة لحمة محطوطة في الفريزر ما تقلقش، بس هو حد ياكلها بس هادي الوقت. فعلا عشان تبقى فاهم ايه وورم سكيميا كولد سكيميا، هتسمع بقى كلام من ده في عصر الترانسبلانتيشن. طبعا بقى بعد كده المريض بيمشي على أدوية إيميونو سبريسيف، ياخد بقى كورتيزون وياخد سايكلوسبورين وأدوية كثيرة يعني انت مش لازم يعني تبقى ملم بيها قوي، الا دوبك الكورتيزون والسايكلوسبورين وخلافه. وفي اظن عندك ايه مايكو فينوليت مكتوب، هو دايما كل العينين بقى ماشيين على ايه، بص علم كورتيزون سايكلوسبورين مايكو فينوليت. الكورتيزون معروف اسم، التاني اسمه ايه سايكلوسبورين، قلت لكم اسمه ايه، اسمه بسو نيوران. لكن انا باخد نيورال يا دكتور، نيورال مايكروفينوليت بياخد سيل سيبت، السيل سيبت بديله ماي فورت. كل الناس اللي زرعه بياخد الادويه، كلهم بياخدوا الادويه، ثلاثه مع الكورتيزون بياخدوا مع، يبقى انا باخد نيورال باخد سيل سيبت وباخد هو البديل ممكن ماي فورت. في بقى ادويه ثانيه مش لازم ادويه ثانيه ايه. طب مين اشهر دواء فيهم؟ السايكلوسبورين، يعني ناخد فكره عنه كده سريعه. هو ايه بقى يعني، انا عايز اسال سؤال، هو الزرع ده فكروا فيه من امتى؟ ده من سنين طويله جدا يا دكتور، يعني مش عايز اقول لك من ولا 100 سنه الناس فكروا ان هم يزرعوا اورجن، وكانت أول محاولة ناجحة جراحيا لزرع الأعضاء كان في الخمسينات. بس ليه الناس كانت بتموت؟ كان بيحصل ريجكشن، لأن كان العلم لسه ما تقدمش في الإيمينولوجي، وكانت الأدوية الإيميونو سبريسيف كانت بتخلص على العيان، تخلص عليه، لأن أي دواء إيميونو سبريسيف هيعمل بوم مارو ديبريشن على طول، بانسايتوبينيوم بوم مارو فيلير، يعني يقول لك بوم مارو فيلير على طول، فمشكلة. فكانوا ايه بقى، ففضلوا بقى ساكتين كده وقعدوا بقى ايه. فطبعا في واحد اكيد ابن لزيمة راح جابين شوية علماء وجابوا لهم السندوتشات بقى وظبطوا لهم القعدة، انما اخواننا بعزمكم بقى تمخمخوا تشوفوا لنا اميونو سبريسنت دراج ما يعملش بوم مارو ديبريشن، وكان هذا حلم، الحلم اتحقق في بداية السبعينات، وهم اكتشفوا السايكلوسبور او الدواء اميونو سبريسنت فيري باورفول ويز نو بوم مارو ديبريشن. طبعا الدنيا قامت، ومن ساعتها يا عم عمك الحاج ايه مجدي يعقوب راح شغال زي الفريره في زرع الهارت. ما كان في زرع برضه، بس بقى من الوقت ده بقى كان زرع القلب بقى كان واقف على الحته دي. تكنيكالي بنزرع، بس العين هيعيش ازاي؟ عاش بالسايتوسبور مع الكورتيزون. فطبعا اول بقى ما انت تفتح الباب في صنف تلاقي الاصناف كلها بقى، لا تتفرج بقى على الايمينو سبريش، خلاص عرفوا يعني فتح الشفره زي ما بيقولوا، خلاص دب 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 ادويه بقى ادويه. فالعمليه بقت ايه زي الفل. السايكلوسبورين هو انهبيتوري للانترلوكين 2، بيقولوا ان الانترلوكين 2 ده هو
الحاجة الأساسية اللي بتخلي الإيميون سيستم يقوم على أي حاجة. يعني مجرد أنت تدي سايكلوسبورين وتروح مدي للعيان انتر وتوقف الانترلوكين 2، أنت كده يعني ظبطت العيان وخلاص. الدواء ده هتندهشه إن هو نيفروتوكسيك وهيباتوتوكسيك وحاجات حلوة، فما تقلقش. يبقى تكتب جنب كلمة هيباتوتوكسيك ونيفروتوكسيك تكتب إيه؟ إن هو بيتعمل له سيرابيوتيك ليفل، بيتعمل له سيرابيوتيك ليفل في السيرم مانسلي، سيرابيوتيك ليفل في السيرم مانسلي، يعني لازم يتقاس كل شهر عشان نطمن. ده تقريبا يعني القصه. طبعا في بقى كومبليكيشن للترانسبلانتيشن، هتلاقي فيه ايه بقى؟ اول كومبليكيشن جرافت ريجكشن، وفي اكيوت تيوبر نيكروسيس، ده بسبب ايه بقى؟ او كورتيكال نيكروسيس، الور والكولد سكينيا، انت عملت لي البتاع بسرعه ولا حصل خلل. في بقى كمان، انتوا عارفين هو الزرع عباره عن ايه؟ على فكره زرع الكلى عباره عن 2 جراحين هم اللي بيعملوه، بتاع الفاسكولار سيرجري ده بيعمل فاسكولار انستموزس، وبتاع المسالك ده اللي بيعمل ايه؟ فازايكو يوريتري انستموزس. يعني الموضوع بسيط. وطبعا بتاع المسالك كمان بيعمل نفريكتومي، يعني ايه؟ اذا يعني هي جروب يعني معاهم بقى الايمينولوجي، هم اللي ماسكين بقى الموضوع من ناحيه الايمينولوجي والنيفرولوجي، فهم شله مع بعض كده بيبقوا ماسكين القصه، وياخدوا الريشين ويوسعوها على بعض، كل واحد ياخد مبلغ ولا عم. حاجات حلوه. بس هي طبعا في مصر ده طبعا شيء يقزز ان احنا بنبيع ونشتري في الاردن، يعني الواحد برضه دي الحاجه اللي هي. لكن برضه عشان اعلق على حاجه، ان في سرقه اعضاء، اللي يقول كده ان في سرقه اعضاء في مصر هذا انسان جاهل ولا يعلم شيء عن الدنيا، ده واحد حمار مش فاهم. يقول لك وسرقه الاعضاء فين يا مصر؟ مش مصر خالص. كل اللي بيتقال ده كذب، وعباره عن ناس بيبتزوا الاطباء. واحد ما واحد اتبرع بكليته، لما انا اتبرع بكليتي دي معناها ايه؟ ان انا معيش ولا مليم، ان انا ضايع، مش كده؟ طيب مين اللي خد الكليه بتاعتي؟ الدكتور ده، هو ده اللي خدها مني. الدكتور ده خدني المستشفى وانا ما كنتش اعرف حاجه، وقعد يكتبني ورق وقال لي انت عندك رينال ستون، وضحك عليا وخد كليتي، وفوجئت بعد كده ان انا ما عنديش كليه. موال بقى، والموال فتحت، والاعلام بتاعنا زباله. مفيش اتكلم، انا اسف لو حد ليه قريب في الاعلام، الاعلام كويسين لكن يعني الاعلام يعني بيغيظ ظلموا الناس، في ناس كتير اتظلموا بسبب الحقيقة. المهم احنا قاعدين فين؟ طيب يبقى يا سيدي في طبعا بقى الفاسكولار انستموزس، بقى تلاقي ايه بقى؟ الراجل بقى وهو بيعمل فاسكولار انستموزس تروح جايه جلطه في رينال فين، تروح جايه جلطه في رينال ارتري، يعني حاجات ممكن الوصله اللي ما بين اليوريتر والبلادر، بص بقى الوصفة اللي هي فازايكو يوريتريك انستموزيس تفك، يعني حاجات ممكن تتصلح، وفي حاجات بتبقى فيها مشكلة، انما يعني بقى انت هنا بس مجرد خدت فكرة لا اكثر ولا اقل. في اظن بعد كده في حاجة كمان دي تجميعة بقى، يعني يمكن هنتفهمها اكثر في روماتولوجي، لكن ده سؤال ممكن يعني مش بعيد ان هو يلبس فيك يعني.
وده عنوان شهير اسمه رينال انفولفمنت ان سيستميك ديزيزز، ومعروف قوي اللوبس هي اول مرض سيستميك معروف عنه انه يصيب الكلى اللي هو المزعج. اللوبس الحقيقه اللوبس نفرايتس يمكن 5-6 انواع، انا يعني مش ضروري ان انت تبقى عارف كل الانواع دي، طبعا مش لازم اقول تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4، لا مش لازم يعني. فهي بتعمل ايه؟ جلوميرو نفرايتس. اللوبس بتعمل ايه يا ابني؟ الكلى بتعمل جلوميرو نفرايتس، وتروح كاتب كده على الشمال هذا السطر لو جه لك ايه انواعها، تقول له لا يعني كده كتير يا فندم. حتى تقول والله في تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 تايب 5 تايب 6. وساعتك بقى حط يعني كتير على حد. لناس في ناس لو حد نفرولوجي عفقك في الاورال بس، لو عفقك في الحاجات فانت تقول له هو في انواع الحقيقه متعدده وكلهم جلوميرو نفرايتس. امال ايه؟ وتقول له السيفير فورم هيحتاج بلس استيرويد ثيرابي اند بلس اندوكسان. اكتب بقى الكلمه دي، تلاقي الراجل حتى يقول لك اه كويس، يعني انت برضه يعني ضربت بق برضه. مش احنا خدنا الرابد للبروجريس والبيرن فرايتس؟ خدناها ولا لا؟ اللي هي كانت ايه؟ الرابد للبروجريس والبيرن فرايتس. قلنا دي بتبقى حاله شبه النفريتك سندروم العنيف، وبتؤدي الى فشل كلوي سريع ما لم ياخذ المريض بلس ستيرويد، وساعات ياخذ كمان معاه بلس سايكلوفوسفامايد اللي هو الاندوكسان. فانت تكتب بقى كده انه اللوبس بتعمل جلوميرو نفرايتس. اللوبس بتعمل ايه يا جميل؟ جلوميرو نفرايتس. السيفير فورم بتاعها هما 6 انواع، قول له يعني بالذات تايب 4، يعني لو انت قلت بقى تايب 4 بس انا مش عارف ايه هو يا فندم، ده بنحتاج نديله بلس ستيرويد وبلس اندوكسان. ليه؟ لان النوع ده بيعمل ايه؟ ده بيدخل العيان بعد كده في رابيدلي بروجريسيف نيفرايتس. لما ندرس اللوبس هتلاقي الكلام ده جوه اللوبس نفسه، هتلاقي مكتوب بقى اللوبس نيفرايتس وان احنا لازم نعمل كذا لان الكيدني تارجت اورجن اللوبس. هل هناك سيستميك ديزيزز اخرى تؤثر على الكلى؟ لو قلبت الصفحه هتلاقي مثلا مرض، طب انتوا قولوا دي روماتويد يعمل ايه في الكلى؟ خدناها هنا امايلودوسيس، مش مرض روماتويد قلت لكم عليه انه اشيع كرونيك انفلاماتوري ديزيز في العالم. وهتلاقي بقى فيه بقى مجموعه الفاسكولايتس بقى هتيجي في الروماتولوجي. وعلى فكره انتوا عارفين الجود باستشر سندروم اللي هو كان ايه؟ كان عباره عن جلوميرو نفرايتس وكان معاه هيموكسز، ده يعتبر مرض سيستميك. ما تنساش بقى الدايابيتس برضه، مرض الدايابيتس ده مرض سيستميك. ده دايابيتيك نفروباثي سكليروديرما، يعني هتلاقي العديد من الامراض الفاجنر جرانيلوما. بس هو الحقيقه معظم الامراض اللي قدامك معلش هي روماتولوجي، فبالتالي هتلاقي فعلا دايما يقول لك الكلى بتبقى تارجت اورجن لكل امراض روماتيزم من لوبس لروماتويد لانكيوزنج لسكيروديرما لفاسكولايتز لكل الحاجات دي، بالاضافه بقى الى الدايابيتس طبعا والهايبرتنشن كامراض يعني شائعه تصيب الكلى. في بقى حته انا نسيت اقولها لكم ولا قلتها، عارف ليه؟ فين؟ طلعوا الاكيوت رينال فيلير. انا حاسس ان انا الحته دي ما قلتهاش، وانتوا طبعا كله نايم الدنيا ايه مريحه. في الاكيوت رينال فيلير كده كان في حته اللي هي كانت بنفرق ازاي البريرينا، صح ولا لا؟ شفت بقى؟ انا واخد بالي. صح
الصفحة كام يا دكتور؟ صفحة 39. أيوة، دي هي الصفحة دي 39. أولا هو بيقول لك إيه؟ لما يجي لك واحد هتلاقي مكتوبة ظن كده، هيقول لك إيه؟ لما يجي لك واحد عنده أكيوت رينال فيليا، كويس؟ إيه أول سمة عنده؟ إيه أول حاجة بتبقى باينة عليه؟ إن هو عنده إيه؟ ما بيجيبش بول، ما بيجيبش إيه؟ بول. طب أنت تعمل له إيه؟ الأول يقول لك إيه؟ ركب له قسطرة، ليكون الحكاية ريتنشن، يكون الحكاية ريتنشن مسالك كل حاجة. لو ركبت له القسطرة يبقى ده وجاب بول يبقى ده ريتنشن. لا ركبت له القسطرة وما جابش بول يبقى الموضوع إيه بقى؟ يبقى الراجل ده شكله عنده فعلا أوليجوريا أو أنيوريا، في حاجة في الكلى، ما مفيش بول أهو. أروح أنا مقسم بري رينال ورينال وبوست رينال. طب البري رينال هجيبه بإيه؟ بالفلويد تشالنج. البوست رينال هجيبه بالسونار، هيبان في باك بريشر على الكلى ونحوله إلى المسالك البولية. أما إذا كان رينال بقى من جلوميرونيفرايتس لإنترستيشن نيفرايتس لي تريتمنت اللي هو السبيسيفيك أكوردينج تو الكوز. يبقى إحنا هنكتب بقى السؤال بالطريقة البلدي والإجابة بالطريقة البلدي. هيجي الراجل يقول لك إيه؟ مريض يا ابني جالك ما بيجيبش بول. على طول كده اتصرف مع السؤال. أو نقول patient عنده diminished urine output ماذا تفعل؟ قل له أول حاجة يا دكتور أركب كاسيتر. لو جاب يورين يبقى الراجل ده عنده إيه؟ ها؟ يبقى الراجل ده عنده إيه؟ ريتينشن. طب طلع ريتينشن تروح ما ايه مطلع منه فرعين يورو نيورو، يورو مسالك نيورو اعصاب. هل دي حاجة يورولوجي ولا دي حاجة نيوروجينيك بلادر؟ والله بقى روح لبتاع الاعصاب ولا المسالك يشوف لي بقى تطلع بروستاتا الحاجات دي بتاع الفيديو. لا نو يورين او بوت. طلع الراجل بقى ايه ما جابش يورين اوت بوت. يبقى انا كده هبتدي افكر في ايه؟ في ان الموضوع ده شكله اكيوت رينال فيليا، خصوصا بقى ان هو بيقول لك ايه؟ راجل جاي بيقول لك ده انا ما بجيبش بول بقالي يومين. او ايه؟ او من امبارح ما جبتش بول خالص. يعني حاجه اكيوت. ركبنا القسطره جاب بول، لا ده ريتنشن يبقى ايه؟ لا ده ما جابش يبقى بري رينال رينال بوست رينال. تروح عامل ايه؟ فلويد تشالنج. فلويد تشالنج لو جاب بول يبقى ايه؟ بري رينال. طب البوست رينال اجيبه بايه؟ بالسونار. طب انا بقى لما الاقي الراجل السونار ما فيش حاجه، السونار مفيش ايه؟ حاجة، مفيش حصوة، مفيش باك بريشر على الكلى، ها؟ والفلويد تشالنج ما جابش حاجة، يبقى المشكلة ايه؟ رينال. يبقى المشكلة في الكلى. طب الكلى فيها ايه بقى؟ يا ترى ده اي تي ان اكيوت يوبر نيكروسيس؟ ولا هل ده انترستيشن نيفرايتس؟ ولا جلوميرو نيفرايتس؟ ولا ايه؟ تريت الكوز. تريت الكوز. واحنا دايما كده، يعني دايما الراجل ده ايه؟ شوفه كده ما جيبش بول، هات يا ابني قسطره ركب جاب. يا خبر ابيض، ده جاب 2 لتر، ده ريتنشن. طب يا ابني شوف بقى بتاع المسالك ويشوفوه بقى. لا لا ده ما جابش خالص. طب بص بقى اعمل سونار بسرعه. لا ما فيش فاك بريشر، ما عندوش حاجه خالص. طب ادي كده شويه فلويد كده
جاب طب كويس. لما بيجيبش مفيش ستون ده رينال. بس بص يا دكتور الفلويد تشالنج اكتب عليه يتعمل بحذر صح ولا لا؟ يعني ما اقصد انت بقى وانت مغسل وضامن جنه عارفين مثلا ده مش عارفين طبعا ما تعرفوش حاجه كلام ده مش مهم. يعني انت خلاص يعني ضامن ان هو بريرينال تروح عامي الراجل فلويد والراجل ما يجيبش الفلويد تطلع على قلبه وتجيب له بالمونري قديمة. يعني انت غبي بقى معلش يعني بلازم برضو يبقى فيه حذر شديد. فهمتوا الفكرة؟ طيب تعالى بقى يقول لك ايه لا 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 انا انت كده فرقت البريرينال والرينال بايه بالتشالنج وبتاع. طب انا عايزك بالانفستيجيشن ازاي تعرف ان ده بريرينال او ان هو دخل مش احنا عندنا فيه مشكله في الاكيوت رينال فيلر كنا حكيناها مره قلنا العيان اللي نزف خلاك يا دكتور العيان اللي نزف وما بيجيبش جول العيان اللي نزف وما بيجيبش جول ده حاجه جديدة. يا اما هو بريرينال يا اما دخل في اكيوت تيوبلر نيكروسيس مش كده ولا ايه؟ فانا عملت فلويد تشالنج جاب بول يبقى بريرينال ما جابش بول يبقى ايه؟ طب في انفستيجيشن فيه هتلاقي عندك ايه بقى الانفستيجيشن اللي بتفرق بريرينال من رينال او بريرينال بالتحديد من الاكيوت تيوبلر نيكروسيس اللي هو مين عندك بقى جميل البريرينال؟ هتلاقي مكتوب ان الصوديوم قليل اقل من